يقول أريد أن أعتمر عن والدي وهو في عسير وليس هناك هواتف حتى أستأذنه، هل يجوز أن أؤدي عنه عمرة وهو لا يدري؟ ما دام والدك على قيد الحياة فلا تؤدي عنه حجا ولا عمرة إلا في حالة واحدة، إذا كان لم يحج حجة الإسلام أو لم يعتمر عمرة الإسلام وهو عاجز لا يستطيع المجيء إلى مكة عجزا مستمرا لا يرجى أنه يزول، وهو ما يسمى بالمريض المزمن أو الشيخ الهرم الذي لا يستطيع السفر، وهو لم يحج حجة الإسلام ولم يعتمر عمرة الإسلام، فإنك تنوب عنه، وإذا وكلك كان هذا أحوط وأحسن. نعم. أما النافلة، حج النافلة أو عمرة النافلة، فلا، هذا لم يرد به دليل، الدليل إنما ورد في الفريضة. نعم.